فنجان من الرياضة بس للكبار. من قال إن الرياضة لها عمر معين؟ من قال إن الرياضة مو للجميع؟ من قال إن الرياضة يبيلها نادي؟ ومين قال إن الرياضة يبيلها جهاز؟ كفو بنيتي. مين قال إن الرياضة يبيلها لبس خاص أو لها وقت محدد؟ لحياة أجمل، الرياضة تقدر تمارسها اليوم بأي عمر وبأي مكان. حنا أطفال ونمارس الرياضة، وأنت خليك نشيط وقم سوي رياضة.